عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انتم شايفين كده ده نعناع في الزراعة المائية. تمام، احنا دلوقتي بنعمل تشتيل النعناع عن طريق العقل، يعني مش بالبذور، لا عن طريق العقل اللي هي عقل زي دي. تمام، طب احنا بنعمل حاجة زي كده ازاي؟ ندخل بس في الموضوع كده على السريع، عشان اهو شايفين الفرع ده، الفرع ده حتى لو بصيت كده مثلا هتلاقيه مجزر، هتلاقيه مجزر اهو. هو طبعا مش لازم يبقى مجزر، ممكن حتى تزرعه من غير جذور، بس بيفضل تحط عقلتين تحت التربة، عشان لو عقلة فشلت في النمو العقلة التانية هي اللي تكمل. تمام، بس احنا يعني او انا عن نفسي بستخدم ان انا مثلا بقصها من هنا، وبعد كده وقت الزراعة بقص من هنا وبشيل الجزئين دولت وازرعها، وخلال 30 يوم كده، 25 يوم 30 يوم هتلاقيها بالشكل ده. زي ما شايفين كده كلها شتلات، كل ده عبارة عن شتلات. إذا كانت عبارة عن شتلة واحدة، كانت عقلة واحدة يعني زي كده، كانت عقلة واحدة بس زي كده، وفرعت بعد كده مع نفسها عن طريق التسميد والاهتمام وغيره يعني. تمام، فهنيجي مع بعض كده، هنيجي نقص من هنا. تمام، اهو تحت العقلة. تمام، استنوا بقى بعد كده للجزء الثاني من عملية التشتيل. بعد ما خلصنا عملية قص الأفرع زي ما شايفين كده، هندخل في المرحلة اللي بعد كده، وهي ان احنا بنحط البيتموس في البوتات. دي البوتات الكبيرة اللي هي 16، دي اللي بنستخدمها في الزراعة المائية عندنا. نتيجة بس يعني زي ما تقول كده البتات بس الكبيرة خلصت في الجرين هاوس، وهنضطر نجيبها من المخزن، فاستخدمنا البتات الصغيرة، وبعد كده نبقى ندورها على البتات الكبيرة. يعني الأمور تمام. طب ايه المكونات اللي جوه؟ مفيش غير بيت موس بس، من غير رملة، من غير بيرلايت، من غير أي حاجة تانية يعني. تمام، الشركات بقى مش مهم نوع الشركة، لأن طبعا مش هنسوق، بس أهم حاجة تجيب شركة معروفة وليها سمعة كويسة. تمام تمام دي بقى بصوا كده عينات النعناع اللي احنا قصيناه. تمام، هنقص كده عينات منها ونوريكم هتبقى عاملة ازاي. تمام، انا بس مش عارف اوريكم بقصها ازاي، لان انا طبعا بصور بنفسي، فمحتاج الايدين عشان اشتغل بيها، بس ممكن اوريكم كعينة مثلا بسيطة عشان زي كده. تيجي هنا تقص الجزء ده، تقص الجزء ده. تمام، وبعد كده انت حابب تقصها هنا، هتبقى عندك عقلة صغيرة، حابب تقصها هنا عقلة كبيرة، بس انا بفضل اقصها من هنا، عشان ديت بدل ما تعمل معايا عقلة واحدة تعمل معايا عقلتين. اجي بعد كده هنا، يعني زي ما انتوا شايفين كده، بس محتاج ايدين عشان اعرف اقص كويس. ففي الاخر المهم هتبقى معاكم عاملة بالشكل ده. تمام، هتروح عامل ايه بعد كده؟ غرزها كده بالظبط زي ما بوريكم، تغرزها في الشكل ده كده، وبعد كده ترويها بالمية. تمام، مش هتعمل حاجة تانية، هتسيبها خلال الأسبوع كده إن شاء الله هتكون مجزرت معاك وعملت كل حاجة كويسة، وبعد كده ممكن تحطها على السيستم عادي، سيستم الزراعة المائية، أو عايز تحطها في التربة الأرضية برضه مش مشكلة، ويعني النظام اللي أنت حابه تعمله. تمام، يلا هستنى يعني شوية كده وأرجع لكم بعد ما أجهز باقي الشتلات بتاعتي. خلصت جزء منها هوريها لكم عاملة ازاي، بتبقى عاملة بالشكل ده. تمام، ممكن تعملوها من غير العقل المجزرة، بس انا عن نفسي بفضل العقل المجزرة، بتكون اسرع لي في انها تطلع لي الجذور وتشبت في الارض كويس. انما التانية محتاجة تطول فترة شوية، بس في الاخر برضو هتطلع معاك، يعني مش مشكلة حتى لو مطلعتش جذور. ليه اللي زي دي؟ تمام، بتبقى ازاي؟ بتبقى كده، تيجي هنا. تمام، تيجي هنا. تمام، وهكذا عملنا واحدة، وهكذا تيجي هنا. تمام، اهي. طب بتزرع ازاي؟ اهي زرع كده، نزرعهم بالشكل.
تمام كده، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. ما كنتش طولت عليكم، ولو في حاجة نسيت اقولها لكم يا ريت تسألوني عنها، وان شاء الله هجاوبكم عليها في اسرع وقت ممكن. يلا مع السلامة.